بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. إن شاء الله يا رب يكون شهر خير على الجميع بإذن الله. النهاردة الدرس رقم 53 من كورس إنشاء برنامج المدارس بلغة البي اتش بي مع استخدام فريمورك لارافيل. درس النهاردة إن شاء الله هنحاول إن احنا نعمل زي تقرير عن الحضور والغياب. طبعا في الدرس اللي فات قدرنا ان احنا نعمل عملية الحضور والغياب في داشبورد المعلم بشكل الابديت اور كرييت. النهاردة ان شاء الله عايزين نعمل ريبورت عن الناس اللي حضرهم او غابهم من تاريخ معين لتاريخ معين، او ممكن عايزين طالب معين عايزين نعرف الحضور والغياب بتاعه لمدة شهر او شهرين او ثلاث شهور او ايا كان على حسب ما احنا عايزين. طيب في البداية دي داشبورد المعلم. لو رحنا على قائمة التقرير احنا كنا مظبطين التابة بتاعتنا تقرير الحضور والغياب، لو ضغطنا عليها طبعا مفيش اي حاجة ولا اي راوتس موجودة ولا اي حاجة. طيب ايه اللي هنعمله في البداية؟ اول جزئية هنروح على الراوتس، هنروح على التيتشر. طبعا احنا شغالين في التيتشر هنا، فبالتالي عايزين ان احنا نعمل راوت جديد يكون من نوع جيت عشان ان هو يفتح لي صفحة، والصفحة دي جواها ابدأ ان انا انشئ الريبورت بتاعي بشكل كويس. تمام، طيب خليني بس اجيب الراوت على السريع. طيب اول حاجه انا هعمل راوت من نوع جيت اهو، تعالى اختصارا بس للوقت. طيب في عندي راوت من نوع جيت اسمه attendance report. تمام، هيروح على الكنترولر بتاع الستودنت، بعدين هيروح على حاجه اسمها attendance report method جوه الكنترولر، وديته نيم اسمه attendance.report. ليه انا بديله النيم؟ عشان في وقت من الاوقات لو عايز امدح عليه في مكان بشكل سريع بمدح عليه باسم النيم. اذا دلوقتي انا هاخد النيم بتاعنا ده. طبعا انا قلت لك ان النيم او الراوتس بشكل عموما الاسماء والكلام ده كله، ممكن انا واحد من الناس ما بلتزمش بالكونفنشن نيم كويس، فانت ممكن ان انت يعني غير المسميات زي ما انت عايز. طيب هروح على resource، هنروح على الفيو، بعد كده هنروح على البيتشز، هنلاقي عندنا teachers، هندخل جوه الداشبورد، هنلاقي عندنا هنا او اسف معلش احنا المفروض هنروح على السايد بار، فبالتالي هنروح على اللي اوت، هنلاقي عندنا حاجه اسمها مين سايد بار، هندخل جوه التيتشر. تمام، بعد كده هندخل على قائمه التقرير، وعندنا تقرير الحضور والغياب. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنقول له راوت. احنا هنروح على راوت ونديله الاسم بتاعنا اللي هو attendance.report اللي هو اسم النيم ده. يعني انا لما باجي انادى على اسم النيم ده ببدأ من هنا، ففي اي مكان هو بيعرف اللينك بتاعي على طول. طيب انا كده تمام زي الفل، ولو جيت اعمل ريفرش وقلت له لو سمحت روح كده على طول هيضرب معايا ايرور على طول. ليه؟ بيقول لي على فكرة انت بتشتغلني. قلت له ليه بشتغلك؟ قال لي انت بتقول لي روح على ميثود اسمها attendance report، صح؟ قلت له مظبوط. قال لي طب انا لما رحت الكنترولر ما لقيتش الميثود دي، انت كده بتضحك عليا وبتشتغلني. بالشكل ده بالظبط، دي ترجمه يعني ترجمه بالبلدي كده، بيقول لك ان الميثود اللي انت عايز تروح عليها not existed، يعني هي مش موجوده في الكنترولر. فبقول له صح فعلا انت عندك حق، انت كده ما كدبتش عليا. طيب طبعا احنا بنشتغل بالديزاين باترن زي ما احنا قلنا عايزين، بس احنا في الكنترولر بتاع التيتشر انا اشتغلت يعني كله من الكنترولر. لو انت حابب بقى تظبط الدنيا بتاعتك بشكل كويس ممكن ان انت تظبط الدنيا على حسب ما انت عايز يعني. تمام تمام، خلينا هنا ناخد اي راوتس معين، خلينا ناخد اي ميثود كده. تمام، وطبعا احنا هنا الميثود دي من نوع جيت، فبالتالي مش هيكون معايا ريكوست او اي شيء. تمام تمام، طبعا هو معترض على الاسم، حاضر احنا اسفين، ادي اسم الميثود بتاعتنا اهي كده. دلوقتي انا عندي public function قلت له attendance report، انا كده بالفعل عندي الميثود. وعشان اتاكد ان اموري كلها تمام هقول له return ايا كان اي كلام كده عشان اشوف فعلا هو هيرجع على الميثود بتاعتي ولا لا. لو جيت عملت ريفرش بالتالي رجع عليها، اذا انا شغلي صح 100%. طيب الوقت اللي انا عايز اعمله، عايز ان انا ارجع على صفحه، الصفحه ديت هيكون فيها سيلكت للمعلم
وبالتالي المعلم هيقدر يحدد الطلاب اللي عايز يعمل عليهم الريبورت وعايز يقول له من تاريخ كذا لتاريخ كذا. طيب عشان المعلم يقدر يعمل قائمة سيلكت محتاج الطلاب بتوعه، برافو عليك هايل كده، محتاج الطلاب بتوعه عشان يعملهم. إذن دلوقتي أنا هيكون عندي عملية كويري، ممتاز الله ينور عليك. طيب الكويري هيكون بالشكل إزاي؟ هنا أنت ممكن ترجع بالكويري ده بتقول له مضمون الكلام، تعال ناخد الكويري ده كده بس إيه واحدة واحدة، هنروح ناخد الكويري ده كده معانا. طبعا الكويري ده انت ممكن تقدر تستخدمه باشكال كتير، يعني انا كررته في الكنترولر، انت ممكن تعمل له يعني ممكن تعمل مسد معينه وتندع على الكويري ده في اي مكان، وفي ناس ممكن تعمله ممكن تريت، يعني له اكتر من فكره يعني. تمام عشان بس ما تحسش ان الموضوع صعب والناس اللي هم بسم الله ما شاء الله عليهم بيقول لك لا انت شغلك قديم او شغلك او ايا كان، هي لها مليون طريقه، ودايما عود نفسك ان البرمجه ليها اكتر من شكل وطريقه واسلوب، ممكن اسلوب سمير كده في واحد تاني اسلوبه تاني، واحد اسلوبه تالت رابع خامس. فالموضوع يعني عايز اقول لك كل حاجه بتعملها في البرمجه بيبقى لها طريقه واثنين وثلاثه واربعه، فانا ممكن بلا ما انده على كل الاكواد دي اقدر اعملها بطريقه تانيه واثنين وثلاثه واربعه عادي يعني. تمام طيب انا قلت له هنا ان انا هجيب الطلاب بتوعي، وبعدين قلت له هتروح على badges. teachers، وبعد كده هتدخل جوه الداشبورد هتلاقي الستودنت، هتلاقي عندي الاندكس. لا احنا مش هنلاقي عندنا الاندكس، امال ايه؟ احنا عندنا صفحة، ممكن نيجي هنا على سبيل المثال نقول له خد لي مثلا صفحة، نقول له هنا في صفحة الامتي خليها لي جوه التيتشر جوه الداشبورد جوه الستودنت، وحط لي الامتي دي هنا، وتعالى انا كنت مسمي الصفحة عندي بس هنا بس ايه عشان ايه نختصر يعني بشكل اسرع يعني. طيب عندي هنا ادا الفيو، عندي بيجز، بعد كده التيتشر، بعد كده الداشبورد، الستودنت، عندنا هنا اسمها اتندنس اندرسكور ريبورت. تمام طيب ادا هنا الاتندنس بتاعتنا، اسمها الصفحه بتاعتي اسمها اتندنس underscore report.blade.php. حلوة. لو انا جيت ضغطت هنا دي صفحة عادية خالص اهيت، عشان ما تحسش وتقول باشمهندس لو سمحت انت بتشتغل لنا على حاجات احنا مش عارفينها ومش عارف ايه وبتجيب كوبي وبيستر الصفحات. لا اهو انا جايب صفحة قدامك فاضية بتنش ما فيش فيها اي حاجة. طيب لو جينا نعمل ريفريش كده المفروض يرجع على الصفحة بتاعتنا. حلو قوي، رجع على الصفحة. طيب ايه اللي انا محتاجه بقى من الصفحة؟ طيب خليني دلوقتي لو انا جيت هنا على سبيل المثال رحت هنا في الصفحة بتاعتنا وعملت هنا كده قلت له أدا عندي for each وعندي هنا and for each، كلام جميل. طيب أنا لما رجعت بحاجة اسمها student هي عشان نتأكد أن أمورنا تمام، نقول له as say مثلا x مثلا أين كان يعني x، ونقول له هنا أنك هتعمل لي مثلا سبان، وحط لي اي حاجه جوه السبان مثلا الاكس اوف النيم ايا كان يعني. تمام اوف النيم عشان بس اتاكد ان هو رجع بالطلاب ولا لا. تمام رجع عندي هنا بالطلاب لامار ومش عارف مين ومحمد ربيع وعمر. طيب احنا ممكن نعمل هنا مثلا على سبيل المثال لو قلنا له بي ار مثلا عمل لي لامار ومحمد ربيع وعمر السيد كده. دلوقتي هو رجع معايا بالطلاب. طيب الشكل اللي انا عايز اعمله عايز اعمل بطريقه مختلفه شويه. ازاي؟ طيب شيل دي كده خالص، دي الصفحه بتاعتي امتي فاضيه ما فيهاش فيها اي حاجه اهي بتنش. حلو قوي. طيب خليني كده اروح على الصفحه اللي انا عاملها واخد بس واحده بواحده عشان بقى ايه ما اخدش الصفحه كلها عشان ما تحسش ان الموضوع صعب. هي الفكره كلها في عمليه ديزاين بس مش اكتر يعني، انا عملت عمليه ديزاين مش اكتر عشان تبقى انت فاهم القصه كلها. طيب في البدايه اول حاجه انا هيكون عندي فورم اهو، خلينا بس كده نيجي هنا فورم، وده الايه الاند فورم بتاعتنا اهي. تمام تمام طيب خليك هنا شيل لي لو سمحت الراوت ده عشان هيعترض عليه وهيعمل لنا مشكله دلوقتي. طيب انا عندي فورمه. حلو قوي، لغايه الان في حاجه اتاثرت ما اتاثرتش؟ حلو قوي. ايه اللي هيكون جوه الفورمه ده؟ طيب تعالى نشوف كده
باشمهندس هابد هبدة كده نشوف ايه الهبدة اللي هو عملها، جايز تكون حلوة جايز تكون وحشة. طيب خد يا عم كده الكود بتاع ال HTML بتاعك ده كده كله بالكامل حطه لي جوه الفورم هنا كده. طيب ايه بقى اللي انت هبدته لينا باشمهندس ده عشان نكون فاهمين؟ طب تعالى نعمل ريفريش ونتفرج ونشوف. ايه ده بقى؟ طيب بص يا معلم، اللي انا عملته كالتالي. اول حاجة ان انا عندي هنا عملت H1 او H6 عشان يديني معلومات البحث فوق، وحطيتها باللون الازرق، حلو قوي. بعد كده عملت div class row، طبعا ده شغل bootstrap كله يعني خلاص. وعملت هنا select بتاعتي، وبعد كده هنا جبت الداتا بيكر دي موجودة عندي في السيم من تاريخ كذا لتاريخ كذا. عملت select for age، قلت له ان الستيودنت اللي راجع معايا من الكنترولر لو سمحت حط لي الفاليو بتاعها، هيكون الاي دي بتاع الطالب والاسم اللي بتعرض لي المعلم. طيب لو جينا نعمل ريفرش كده هنا دلوقتي، هو دلوقتي المعلم عايز يعمل ايه؟ عايز يقول له انا عايزك تجيب لي الطلاب بتوعي من تاريخ مثلا 7 الى تاريخ مثلا 8، تمام؟ يعني انا بقول له عايزك تجيب لي الطلاب ده من تاريخ مثلا 4/7 الى 4/8 مثلا مثال، واضغط تاكيد يجيب له، يجيب له هنا الريبورت بتاع الطلاب اللي حضروا في الفتره دي او غابوا. او ممكن الراجل يقول له لا انا عايز واحده اسمها لامار سمير، عايز اقول له من تاريخ كذا لتاريخ كذا جيب لي ريبورت عنها. حلو حلو، لغايه الان احنا عايزين نعمل الكلام ده. طيب انا ما عملتش غير ان انا عملت سيلكت وقلت سميته ستودنت اي دي، وبعد كده عملت الداتا بيكر جبتها من السيم، وديت هتترفع لك كده كده اوريدي على على الجيت هاب بعد الفيديو مباشره هتلاقيها. طيب وهنا عندي الفورمه ديت هتروح على راوت معين هنسميه attendance.search مثلا على سبيل المثال وليكن سي، تمام؟ طيب طبعا هنا لاحظ اول ما اعمل الجزئيه دي هيضرب معايا ايرور اهو. تعالى كده نعمل ريفرش للصفحه، يلا يا عم اديني الايرور. طيب بيقول لي انت بتشتغلني، قلت له بشتغلك ليه؟ قال لي في راوت اسمه attendance.search not defined، انا مش عارفه، انت بتضحك عليا بتشتغلني، مفيش راوت عندك اصلا في البروجكت بتاعك اسمه الشكل ده. قلت له طيب ماشي حاضر، ما تزعلش نفسك سيدي، حقك عليا، اعمل لك راوت. تعالى نعمل له راوت. طيب بس انتبه، نعم، ان الراوت ده هيكون من نوع بوست. ليه؟ عشان هيدخل معايا بيانات، انا رايح اعمل سيرش. الله ينور عليك، اهو عندي هنعمل الراوت، قلنا له الراوت ده من نوع بوست اسمه، حطيت هنا الاسم نفسه عادي مش هيفرق معانا، كده كده بشتغل بالنيم يعني، اوكي؟ قلت له انا عندي attendance report، هتدخل جوه الستودنت كنترولر هتلاقي في عندك حاجه اسمها attendance search، اوكي؟ وده النيم بتاعها، ماشي. كده دلوقتي لو جيت اعمل ريفرش ما عادش هيعترض معايا خلاص، هو بدا يعرف ان في راوت موجود، بس لو جيت اعمل اي حاجه مش هينتبه معايا. اذا دلوقتي هاجي بمنتهى البساطة أخد الراوت ده مثلا على سبيل المثال، وأجي هنا أقول له على سبيل المثال ده اسمه attendance search، أوكي، وأجي شيل كل الكلام ده بس الوقت مش محتاجه. وطبعا ده هيكون معايا request لأن في requestات هتيجي معايا. الله ينور عليك، حلو قوي أهو. وقلت له هنا على سبيل المثال return، لو سمحت أنا عايزك ترجع لي بالريكوست اللي جالك من الفورمة. تعال نتفرج، نقول بسم الله. انا اخترت طالب اسمها لامار سمير، وقلت له ان عايزك تجيب لي التاريخ بتاعي من يوم 7 ليوم 8 مثلا، من يوم 7/4 ليوم 8/4 اللي هو يعني، تمام؟ وضغطنا اوكي. طيب هنا دلوقتي ظهر الرساله دي، حلو قوي، انا عارف الرساله دي بتاعت ايه. في بعض الناس كنت اعرفها بشوفها على الجروب عندي، الرساله دي بالنسبه له بتكون رساله مزعجه جدا. طيب خد قاعدة كده وفهمها كويس، أول ما تلاقي 419 بيج اكسبايرد ديت على طول تعرف إن في فورم عندك أنت مش حاطط السي. تعالى هنا نروح هنا، لو رحنا على الفورمة بتاعتنا، بص هنا في الفورمة كده لو أنا جيت عملت كده أهو هتلاقي عندك حاجة اسمها سي اس ار اف، إحنا مش حاطينها. حلو قوي، يلا يا عم نعمل ريفريش، ارجع تاني عشان يبدأ يحس بالكلام، اتأكد ان انا سيفت. حلو قوي، لامار، وقلت له التاريخ ده اي تاريخ، اهبط بس دلوقتي ونشوف. ده في ميسود، في ريكوست رجع معايا، حلو قوي.
بيقول لي انت عندك ريكوست للطالب رقم 2 وفروم 2. يعني طب باشمهندس بس السؤال معلش، هو فروم 2 دي انت جبتها منين اصلا؟ يعني انا عايز افهم بس. اقول لك حاضر اهو، انت عندك هنا في في السيم عندي حاجه، في الديت بيكر عندي هنا ادا النيم اول حاجه اهو. تعال بس نصغر لك الصفحه شويه عشان تشوف وتبقى فاهم القصه دي كلها. عندي نيم اسمه فروم، يعني من تاريخ الى تاريخ، تاريخ البدايه تاريخ النهايه، اوكي. ولسه هنلعب لعبه شويه كمان شويه. طيب كده دلوقتي مبدئيا الامور كلها تمام وزي الفل. طيب باشمهندس في حاجه، نعم انا دلوقتي هو هيفهم لو انا اخترت الكل ازاي، ولو اخترت طالب معين هيفهم ازاي؟ هو في كل الاحوال هيجيب من تاريخ الى تاريخ. ماشي، سامعك بتقول كلمه باشمهندس. نعم لو سمحت تكرم علينا وبعد اذنك ظبط لي الفاليديشن في الحته دي. حاضر اعمل لك فاليديشن في الحته دي، لان الحته دي مهمه جدا ولابد من فاليديشن فيها، عشان بيبقى يكون فيها لعب كتير ولازم هنعمل فيها فاليديشن. طبعا في الدروس اللي فاتت ما كنتش بعمل فاليديشن لان شرحته لك كتير، فبالتالي مش كل درس اعمله لك يعني. لكن الحاجه اللي بحس ان هي لازم تتشرح طبيعي لازم ان انا اعملها قدامك عشان تتعلمها بشكل كويس. طيب انا دلوقتي عايز اقول له لو انا اخترت الكل افهم ان انا هختار الكل. قال لي كلام جميل. قلت له لو ما كانش كده يبقى اكيد انا مختار طالب. ما هو انت عندك حل من الاثنين في الريبورت، يا بتقول له كل الطلاب من تاريخ كذا الى تاريخ كذا، او بتقول له الطالب الفلاني من تاريخ كذا لتاريخ كذا. حلو قوي، انا بقى عايز افهمه لو انا اخترت كلمه الكل ديت يفهم. طيب فرحت عملت ايه؟ رحت رايح هنا عامل اوبشن اسمه الكل، واديت له فاليو زيرو. انا اديت له فاليو زيرو من عندي انا، هبته اهبت زي ما انت عايز، حط 5 7 8 ايا كان بس ميزه يعني. فانا قلت له زيرو. زيرو ده الفاليو بتاعه زيرو، يعني معنى ذلك ان هو يخص الكل. طيب كلام جميل. طيب انا هاجي ببساطه هنا اعمل كونديشن بسيط جدا كده، اللي هو هاجي هنا اقول له ادا الاف وده الالس. حلو قوي. الاف ايه والالس ايه؟ قلت له اف الريكوست اوف ايه بقى؟ الريكوست اللي جاي لك من هنا اسمه ستودنت اي دي. كلام جميل. قلت له لو الريكوست ستودنت اي دي بيساوي صفر، يعني معنى ذلك ان الراجل ده جاي لك منين؟ من الكل. حلو قوي. هنقول له هنا مثلا مثال، تعالى كده عشان نعمل تيست مع نفسنا ونتاكد، نقول له كلمه الكل اهو. انا دايما واحد الناس بحب اعمل كده، يعني بحب ان انا اعمل تيست لكل مرحله بتاعتي عشان ما اقعدش اكتب كويري واحس ان الدنيا اصلا في البدايه طلعت غلط. طيب هو لو لقى زيرو يعني معنى ذلك ان هو بيبحث على كل الطلاب من تاريخ كذا لتاريخ كذا. حلو قوي. طب لو ما لقاش زيرو، اذا دلوقتي هنا هو تحدد له طالب، يبقى هنا نقول له اهو تم تحديد الطالب، ونجرب الحاجه بتاعتنا. لو الامور بتاعتنا طلعت صح يبقى احنا ماشيين كويس. طيب خلينا نعمل ريفرش ونسمي الله. طيب انا هنا دلوقتي محدد الكل، قلت له من تاريخ كذا لتاريخ كذا، المفروض فعليا يرجع لي بايه؟ هيرجع لي بكلمه الكل. طب تعال نعمل تاكيد. ده رجع بالكل، يعني معنى ذلك ان انا فهم ان انا اخترت الكل. طب كلام جميل. طب خلينا ان احنا نعمل اي طالب ونحدد له من تاريخ كذا لتاريخ كذا ونقول له تاكيد اللي تم تحديد الطالب. اذا دلوقتي يا برنس انت الفورمه بتاعتك حلاوه ولوز اللوز وعنب شغاله 100 100. ده تستاي اعملها في وقت من الاوقات لنفسك عشان في يوم من الايام لما تيجي تشتغل على حاجات زي كده تبقى انت عارف خطوه بخطوه كده ان المشكله عندك مش في الكويري، المشكله عندك في الـ مثلا حاجه معينه او كده. فانت دايما اعمل تيست لكل خطوه انت بتشتغل عليها يعني. تمام، ولا دي مجرد نصيحه يعني، لك مطلق الحريه. طيب خلينا بقى دلوقتي ان احنا عايزين نعمل الكويري بتاعنا بشكل كويس كده ونبدا ناخده واحده واحده ونفهم احنا هنعمل ايه. طيب تعالى كده الاول مبدئيا ناخد الجزئيه دي، او خلينا ناخد اول كود معلش لو سمحت هنا، نفهم بقى الكود ده ايه. كود ده مفيش فيه اي حاجه، كود عادي خالص جدا، يعني عايز اقول لك ابسط واهيف مما تتخيل يعني.
تمام؟ تمام. هو يمكن يكون جديد على الناس. طيب أنا عملت متغير اسمه students، كلام جميل. قلت له إنك هتروح على attendance، قال لي كلام جميل. دي ممكن تكون جديدة عليك شوية. حاجة اسمها where between. طيب where between دي بنستخدمها دايما التاريخ بين تاريخين، يعني أنا عايز أقوله من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، فبختار حاجة اسمها where between. طيب where between إيه؟ where between بتاخد عندي أول حاجة التاريخ اللي أنا عايز أحدد منه، فأنا بقول له تاريخ attendance date. طيب باشمهندس بس معلش سؤال، attendance date دي أنت جبتها منين؟ أقول لك حاضر مفيش أي مشكلة، تعال نفتح ال PHP My Admin بتاعتنا عشان نشوف إيه ال attendance date ديت أنت جبتها منين ديت. طيب لو رحنا على ال database بتاعتنا، رحنا على attendance، تمام؟ تمام. انا قلت له عندي هنا، انا عندي طلاب، عايز اقول له روح شيك على الناس ديت لما يكون التاريخ بتاع الاتندنس نيم من تاريخ كذا لتاريخ كذا، يعني تاريخ الحضور بتاعه او تاريخ الغياب بتاعه كام. اذا دلوقتي انا قلت له الاتندنس ديت اهي، قلت له بتساوي من تاريخ كذا الى تاريخ كذا، من تاريخ الى من فورم 2، كلام جميل. وقلت له بعد كده لو سمحت اعمل لي ايه، ريتيرن، رجع لي بالطلاب. حلو قوي. طيب تعال نعمل حاجة ونشوف يا ترى ايه اللي هيحصل. انا عندي هنا طلاب من يوم 19 ليوم 19 2، صح؟ حلو. تعال كده نعمل ريفرش ونقول له من يوم، كان يوم كام احنا قلنا ايه، كام يوم 19 تقريبا، من يوم 19 كان 19 ايه، معلش، من يوم 19 3. حلو قوي، معلش ارجع، احنا اسفين، 19/3 ان ده شهر مارس، من يوم 19/3 الى يوم 19/3، واعمل لي تاكيد. باشمهندس في حاجه مش مفهومه او في حاجه غلط، انت على كلامك ان الدنيا صح اهو، طب هو رجع ليه كده غلط؟ ما انت محدد له هنا من 19 ل 19 اهو. انت بتقول له روح من يوم 19 اهوت، ثواني، قلت له يوم 19، هذا يوم 19 واليوم 19 ايا كان 19/3 وايا كان. نركز بقى على لعبه شويه. ايه هي اللعبه؟ انت دلوقتي لو لاحظت حاجه بتحصل هنا مش مفهومه شويه، ازاي مش مفهومه؟ هو اخر التاريخ 4/3/22، صح؟ وهنا التاريخ في الداتابيز 22/03/19. طب انا عايز بالبلدي كده اقول له التاريخ هنا ابدا، يعني لو قلنا له 2022 وقلنا له 03/19، انا عايز الكليندر بتاعتي تبدا بالشكل ده، تبدا بالشكل ده الكليندر كده، لان لازم تساوي نفس الشكل اللي في الداتابيز. حلو قوي، اعمل الكلام ده ازاي؟ طيب بمنتهى البساطه لو جينا نروحنا هنا، اقفل ده كده، شايف هنا انا عندي هنا ان انا في الانبوت بتاعتي بتاع ديت بيكر، في عندي حاجه اسمها ديت بيكر ديفولت. حلو قوي، دي الاقيها فين يا باشمهندس؟ هتروح على البابليك، هتلاقي في عندك حاجه اسمها اسيتس، هتدخل جوه جي اس، بعد ما تدخل جوه جي اس هتلاقي عندك حاجه اسمها ديت بيكر دوت جي اس. حلو قوي، هتدخل جواها، ماشي. انت هنا عاتله كلاس اسمه داتا بيكر ديفولت. حلو قوي، فين الداتا بيكر ديفولت ديت يا عم الله يكرمك؟ اهي اول واحده، ادي الداتا بيكر ديفولت. ركز بقى على حاجه، ايه هي؟ ده التاريخ مع مش مظبوط. طب تعالى كده نعكسه، تعالى كده نقول له year، وبعد كده هتعمل لي المانث، وبعد كده هتعمل لي الديت. حلو قوي، تعالى نعمل بسم الله ريفرش ونجرب، نقول له شهر مارس يوم 19. ده باشمهندس تصدق بجد؟ بجد. طيب قلت له هنا يوم 19 اهو، ادي 19 بتاعي، قلت له من 19/3/2022 الى 19/3/2022، كده بيساوي نفس اللي في الداتابيز الفورمات بتاعتنا، صح؟ لو جينا نعمل اوكي لازم يرجع ببيانات. ده رجع ببيانات فعلا. يبقى احنا كده لازم في يوم من الايام تنتبه من حاجات زي كده، ممكن ان انت
تشتغل على ريبورت معين وتقعد تعمل تاريخ من تاريخ وتلاقي ان الفورمات في الداتابيز مختلف تماما عن الفورمات اللي موجود عندك في الفورما، فتحس ان الدنيا غلط وتقعد تراجع الكويري مره واثنين وثلاثه وتتاكد ان هو صح والكويري مظبوط، وتلاقي ان انت اكتشفت الحته زي دي. انا اتعمدت اسيبها لك عشان دي حاجه تكون بالنسبه لك في يوم من الايام تنتبه ليها كويس. كده دلوقتي هو بيرجع داتا عندي فعلا بشكل صحيح. إذن الكويري الأولاني بتاعي هو بيخدمني بشكل صحيح. أهو الكويري هنا أنا قلت له لو الريكوست بتاعي بيساوي صفر، يعني أنا جايب أجيب الكل، قلت له أنك هتروح على الاتندنس لما يكون التاريخ بتاع الغياب أو الاتندنس ديت بين التاريخين دولت ارجع لي. حلوة، أنا بقى دلوقتي عايز أخد نفس المسج دي أو عايز أخد نفس الرسالة دي، بس أنا هحدد طالب معين. انا كده بقى بحدد طالب معين. حلو قوي، انا بقول له انك عايز تروح على التاريخ بتاعي لما يكون تاريخ الغياب بيساوي كذا، بس استنى ايه هي. هنزود بقى حاجه تانية هنا. ايه هي؟ هنزود جزئيه معينه، نقول له where. اهو هيكون عندي where. انا كده بقى دي اللحظه دي انا حددت ايه، الله ينور عليك، حددت طالب. فبالتالي بقول له وير لما يكون الستودنت اي دي بيساوي ايه، الله ينور عليك، بيساوي الريكوست اللي جاي لي من الستودنت اي دي. طيب تعال نجرب ونقول بسم الله ورجع لي بالبيانات. تعالى كده نشوف، عندنا طالب اهوت الستودنت اي دي ده، الطالب ده مثلا مثال من يوم 19 ليوم 19 مثلا، خلينا نقول، او خلينا نيجي نعمل، نرجع هنا نعمل ريفرش ونقول له عايزين الطالب لامار مثلا، نقول له من يوم 1/3 الى يوم 19/3، هنشوف هل هي فعلا ولا لا. ده رجع بنفس البيانات، رجع بالبيانات ورجع للطالب واحد بس. ليه؟ لان انا قلت له هنا لو انا جاي لك بالكل هتعمل بحث عن الكل بين تاريخين بس. قال لي كلام جميل، قلت له لا، لو ما جتش ليك بالكل بقى يبقى انا بحدد لك الطالب بعينه. ففي اللحظه دي بعد اذنك سيادتك ابدا اشتغل معايا بالجزئيه دي، تقول للطالب وتظبط لي الدنيا. تمام تمام. طيب انا كده مبدئيا اموري كلها تمام وزي الفل. طيب عايز ارجع بقى بالبيانات واعرضها بقى ويبقى شكلها حلو وجميل ولطيف والكلام ده كله. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ ماشي، خلينا بقى ناخد الكود اللي انا كتبته بشكل سريع عشان ايه نفهم الجزئيه بتاعتنا، او بلاش يعني، خلينا يعني اشتغل على نفس الكود اللي احنا كاتبينه. طبعا الريترن دي خلاص احنا كنا بنعمل تيستات، هنبدأ نرجع بالبيانات بتاعتنا. حلو، قلت له لو سمحت أنا عايزك ترجع لي بالبيانات دي. أدى البيانات بتاعتنا، شيل دي خالص عشان بس نفهم الكلام ده، وشيل دي خالص عشان نفهم الكلام ده. وانتبه بقى من حاجة، إيه هي؟ هيحصل مشكلة ومع ذلك تعال نشوفها. طيب أنا قلت له إن أنت بقى لو لقيت البيانات لو سمحت ارجع لي على الصفحة بتاعتي، وأنت لو سمحت ارجع لي على الصفحة بتاعتي. حلو قوي. طيب خلينا نعمل ريفرش ونرجع نقول له هنا من يوم 1/3 الى يوم 19/3 وجيب لي كل الطلاب، ونعمل اوكي. ده في بلاوي طلعت معنا. طيب بيقول لي undefined variable students. طيب الايرور ده طالع لي فين بالظبط؟ طلع لك في السطر رقم 30. طيب السطر رقم 30 فين؟ السطر رقم 30 ده هذا 29 تالي. ده هو لما رجع المفروض انا في عندي باشمهندس سيلكت، صح؟ بيعمل منها فوريج اصلا. طب هو لما راح يبحث، يعني تعالى كده عشان بس تبقى انت فاهم، انا هنا عملت ريفرش، انا عايز لما اجي اعمل تاكيد وارجع دولت لازم يكونوا موجودين معايا، لازم يكون موجودين معايا. ليه؟ لان هيعرض تيبل ممكن بعد كده عايز يغير، هو عايز يجيب واحد تاني. فبالتالي لما رجعهم في الصفحه ديت هنا الفوريج ما رجعتش معايا بقى بعد ما عمل البحث ورجع، ما رجعتش معايا. فبالتالي ايوه برافو عليك، هايل كده، برافو عليك، لازم يرجع معاك هنا الكود ده اهو اللي احنا كنا عاملينه ده، هنخليه بره الريكوست هنا عشان هو كده كده في كل الاحوال هيرجع معانا باي حاجه. تمام، وكل اللي عليا ان انا هزود الستودنت بتاعتي. وانتبه من حاجه انا عملتها، ايه هي؟ لاحظ حاجه كده هتبدا تيجي قدام عينك وتفهمها
كويس. شمهندس نعم، على فكرة أنت شغلك عك. ليه يا عم بس عكلي؟ أنت راجع باتنين ستودنتس ليه؟ أنت راجع بواحد هنا وواحد هنا، طب إيه الفرق بينهم بقى يا عم؟ قول لي يا عم الهبيد. أقول لك بس أصبر أصبر، خليك معايا للآخر ماشي. طيب لو إحنا جينا نعمل التقرير بتاعنا ونعمل هنا، قلنا له من يوم 1 مارس ليوم 19 مارس، حلو قوي، وجينا نعمل تأكيد ما حصلش اي حاجه. طيب معنى ان ما حصلش اي حاجه يبقى احنا كده دلوقتي يا معلم في السليم، كده دلوقتي في عمليه البحث ان السلكتايه بتاعتي الجميله دي بترجع ببياناتي والدنيا زي الفل. ماشي لغايه الان الكلام جميل والدنيا زي الفل. طيب برضو ما قلتليش ايه الفرق بين ام الستودنتس اللي بكابيتال والستودنتس اللي بسمول. اقولك بس اهدى على نفسك وتعال نشوف الفرق بينهم ايه. طيب انت هنا بره الفورم كده بقى دلوقتي يا معلم، انت بعد ما عملت الفورم الجميلة بتاعتك بدأت ترجع بيانات. الله ينور عليك، بدأت ترجع بيانات. طب انا عايز هنا اقول له مضمون الكلام ارجع لي بقى بالبيانات، يلا دلعني. اقولك حاضر، انا بقى دلوقتي عايز اعمل تيبل، عايز اقول له مضمون الكلام ان انا لما ابحث اظهر لي التيبل. يعني ايه يا باشمهندس؟ اقول لك انت خليك دلوقتي عملت هنا، جيت هنا على التقارير عملت ريفرش واخترت اللي انت عايزه وقلت له من تاريخ كذا لتاريخ كذا وضغط تاكيد. انا عايز بقى لما اضغط تاكيد التيبل يظهر هنا، يبدا يظهر البيانات اللي رجعت معايا. حلو قوي. طب سامعك بتقول لي حاجه، طب ما يا باشمهندس يا زكي هنروح حاطين التيبل هنا وخلاص. اقول لك طيب ماشي، تعال نحط التيبل. يلا انا هجيب لك تيبل عادي خالص اهو، التيبل اللي احنا هنعمله بالظبط هو هو بالظبط، بس انا هعمل ايه، هلغي حته كده عشان تتفرج عليها. تمام تمام، تعال اقول له هنا ادا التيتشر، وعندنا هنا الاتندنس، هنا الاتندنس. فين التيبل يا عم؟ ادا بدايه التيبل بتاعي في الريسبونس بتاع التيبل. حلو قوي، ناقشتها، انا عارف ان انت غشيتها ومع ذلك هسيبها لك، يلا مش مشكله. طيب تعالى كده نعمل، نيجي هنا نعمل تاكيد. اه وبعدين يا اخي معاك مع الام الايرور بتاعك اللي انت قرفنا بيه كل شويه ايرورات. اقول لك استنى، ايه هو؟ انا هنا دلوقتي دي الفورمه اللي فوق، ادا الفورمه هي يا عم، ادا الفورمه ونهايتها وفي تيبل اهو، مظبوط كلام جميل. وعرض الستودنتس بالاس، ركز بالاس اهي، يعني بيعرض دي. طيب بس جه دلوقتي حصل مشكله، قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك انت هبيت. ليه يا عم هبيت؟ يا عم انا ما اعرفش حد اسمه ستودنتس وستودنت الاس كابيتال، انا ما فهمش، مش عارفها، ايه اللبخه بتاعتك دي؟ انت لبخنا معاك ليه؟ اقول لك طيب انا بقى دلوقتي عايز اقول له حاجه، ايه هي؟ عايز اقول له لما اجي اعمل بحث ابدا اظهر التيبل، لو ما عملتش بحث سيب الصفحه زي ما هي عاديه كده خالص من غير تيبل هنا. يعني ركز هنا كده، بعد كده نروح على التقارير، انا عايزه يروح جايب لي التقارير العاديه خالص، لما بقى اعمل بحث يبدا يظهر ده. طيب في اللحظه دي بقى معلم نعمل ايه؟ هنروح جايين زي الشطار اهو ونعمل كود بربع جنيه. ايه هو الكود بربع جنيه؟ وليها اكتر من طريقه، هستخدم حاجه اسمها الست، وده اند الست. طيب حلو قوي، اند الست دي ايه بقى؟ قلت له بص شايف لما الستودنتس دي تتحقق او يبدا يتعمل اكشن ابدا اظهر التيبل. قال لي كلام جميل. قلت له لو يعني بالبلدي كده قلت له اف ست الستودنتس الكابيتال اتحققت هتظهر التيبل، طب لو ما اتحققتش بالتالي هو مش هيعتبر ان انت عملت اي حاجه وهيروح يعرض الفورمه. هو بيعرض الفورمه اهي، كلام جميل، هو كده عرض الفورمه بشكل عادي خالص. طيب قلت له دلوقتي انا عايزك تجيب لي من يوم 1/3 الى يوم 19/3، حلو قوي، واضغط تاكيد. هنا بقى لما اضغط تاكيد الستودنتس الكابيتال اتحققت، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الجدول ده لازم يظهر. طب تعال نجرب، بسم الله، هيحصل ايرور، ماشي ما عنديش مشكله، انا عارف الايرور ده هيحصل ليه. طيب تعالى يا عم عشان بس اوقف لك الايرور ده وبعدين نشوف ايه قصه الحاجات اللي حصلت دي. اهي لو سمحت انا عندك هنا الستودنتس نيم،
هتبدأ تعمل عملية ريليشن شيب، عشان ان انت طبعا هنا ركز، انت هنا في الاتندنس مفيش اي علاقات، يعني الطالب هيعرض اسم الطالب، هيعرض اسم مرحلة، هيعرض الصف، مش عارف ايه القسم، كل ده هو مفيش اي حاجة بينه وبينهم خالص. ففي اللحظة دي عايزين نعمل علاقات عندنا، عايزين نعمل ريليشن شيب بيلونجز تو، عايزين نرجع اسماء الكلام ده كله. طيب احنا شغالين على ايه؟ على الموديل بتاع الاتندنس. الله ينور عليك، اهو ببساطة شديدة أداء الموديل بتاع الاتندنس، نقول له هنا أداء الموديل بتاع الاتندنس اهو. كلام جميل. عايزين نرجع بس شوية علاقات خفيفة كده، نهزر شوية. ماشي، يلا تعال نهزر. أداء الاتندنس بتاعتنا، يلا يا عم رجع لي العلاقات. أداء اسم الطلاب هيرجع لي الجنس بتاعه، نوعه ذكر ولا انثى، هيرجع لي الجريد، هيرجع لي السكشن. حلو قوي، جيت خدتهم هنا بمنتهى البساطه وحطهم هنا في الاتندنس. طبعا انت كل الكلام ده بالنسبه لك خلاص فهمته، بيلونجز تو العلاقات بتاعتنا والدنيا زي الفل. ولاحظ حاجه في المره دي، ايه هي؟ لو بصيت على اي علاقات تانية، انا كنت بكتب المسار كله بالكامل، المره دي قلت لك طب تعالى يا عم مكتب لك المسار بالشكل ده عادي، يعني يبدأ يمشي معاك برضو عشان تبقى انت فاهم لما تشوف الكود لمدة لأول مرة قدام عينك. تعال نعمل ريفرش. ايه ده المكنة طلعت قماش، ده بدأت تطلع قماشة يا باشمهندس. اه طلعت قماش، ده بدأت تعرض بيانات. اه طيب لو انا جيت هنا دلوقتي روحت هنا، انا كده ما عرضتش اي بيانات. حلو، ما عرضتش اي بيانات خالص. طيب قلت له هنا لامار، وعندي عايز اقول له من يوم 1/3 الى يوم كام؟ 19/3 اهو، ونضغط اوكي. لاحظ عرض لامار سمير فقط لا غير، بس هو عرض سمير لامار سمير عشان انا حددت له من تاريخ الى تاريخ. احنا ممكن هنا نعمل مثلا على سبيل المثال اسم الطالب، المرحله، القسم، ممكن نقول هنا مثلا التاريخ عشان برضو ايه احنا مميزين برضو. ممكن نعمل هنا بعد الحاله دي مثلا، خلينا نيجي هنا ناخد عشان برضو ايه نجيب التاريخ بتاعنا، نقول له هنا عشان بس احنا عارفين لما يعرض معنا التيبل يبقى فيه تاريخ موجود عندنا هنا قبل الحالة. هات لي هنا التاريخ ده، قول لي الستودنتس بتاعتنا اوف اسمها ايه، عندي هنا الاتندنتس ديت، حط لي هنا. تمام، وتعالى نعمل ريفرش عشان بس يجيب لي التاريخ. قال لي ده التاريخ يوم 19. حلوة قوي، يوم 19 كانت لامار غايبة. اهو كانت لامار غايبة. طيب تعالى كده نعمل اي حركة على لامار النهاردة، نعمل حضور حضور حضور. احنا النهاردة كام؟ 4. عندنا احنا النهاردة كام؟ 3/4. حلو قوي، ونعمل تأكيد. يلا وتعالى نعمل تقرير على لامار بالتحديد. مثلا هنقول له لامار من يوم 1/3 الى تاريخ النهاردة. طب مش مهندس سؤال بس معلش، ما تدلعني اكتر بقى لو سمحت، لما اجي اعرض الكالندر كده يروح جايب لي التاريخ بتاع النهارده كده، يروح معلم لي عليه مثلا على يوم 4 ديت، يروح حاططها لي مثلا او يحط لي على يوم 3 بالشكل ده. اقول لك طيب ماشي، تعال نشوف الريبورت ونعدلها. طيب تعال نعمل تاكيد. طيب هو ما جابش غير التاريخ من يوم 3 ليوم 3 بس. طيب المفروض فعليا عندي هنا يجيب لي الحركتين بتوعي هنا بس. طيب خلينا بس واحدة واحدة نشوف ايه قصة. طيب خلينا بس نظبط التاريخ الاول وبعد كده نفهم دي. طيب تعالى كده نعرض هنا كده، احنا عايزين يعرض الديت بالشكل ده. طيب نعمل الكلام ده كله ازاي؟ لو رحنا على جي اس هنا عندنا، هنا ممكن ان احنا كنا بنشتغل على الجزئية بتاعت ايه وكنا بنظبط فيها، اتوقع كنا بنشتغل على الاكشن اللي هو بيقول لي اول حاجه يعمل لي اوتو، يعمل لي اوتو كلوز يعني يقفل لي، وعايز ان هو يجيب لي تاريخ النهارده واقدر اعدل كل الكلام ده واعمله في بوتون مثلا. ممكن نيجي هنا نقول له هنا على سبيل المثال حط لي دي كده بالشكل ده. تمام، تعالى كده نعمل ريفرش نشوف، او ما نضغط اهو وبدا يعمل عندي توداي اهوت. لو انا قلت له مثلا توداي يبدا يجيبها عندي هنا. تمام، طيب هنا دلوقتي المفروض فعليا حصل حاجة، ان انا عايز اقول له ريفرش بقى جميل، واجي اعمل هنا ريفرش في الداتابيس وابدأ اشوف هنا في حاجة حصلت مش مظبوطة. طيب في حاجة هنا حصلت مش مظبوطة ليه؟ انا المفروض التاريخ عندي المفروض يعمل انسيرت في الداتابيس. طيب
هو لما راح يعمل insert في الداتابيس مسح القديم. ليه؟ هو كده مسح القديم خالص، انا مش عايزه يمسح القديم. طيب خلينا اروح هنا على اليوم، اقول له مثلا ده كان يوم، نقول له هنا 3 ونقول له هنا 19 مثلا، ده كان يوم 19. تمام، خلينا بس ناخد التاريخ ده، انا بس عايز اشوف وقت الفيديو عشان بس لو وقت الفيديو طول. طيب دي هنا يوم 19، خلينا نعمل تقرير تاني عن الطلاب دولت من يوم 19 مارس مثلا على سبيل المثال، او اسف من يوم 1/3 الى يوم كام، الى النهارده مثلا على سبيل المثال، واضغط اوكي. طيب هو جاب الثلاث حركات، حضور 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 حضور. طيب انا عايزه بقى دلوقتي لما هروح اعمل انسيرت في الداتابيز، هنا دلوقتي في حاجه هتحصل. هنا دلوقتي انا لو جيت قلت له حضور 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 واجي اعمل تاكيد، طيب هنعمل تاكيد ونجرب. طيب فعليا المفروض يعمل انسيرت في الداتابيز، راح اعمل تعديل. طيب دي بقى هنحاول ان احنا في الدرس الجاي نظبط الحتة دي، انا مش عايزها بقى. ليه؟ لان احنا كنا بنقول له update or create، لا انا مش عايز بقى update or create. امال احنا عايزين ايه بقى؟ احنا عايزين ان هو يعمل insert للمرة اللي بعد كده. طيب عايزين نشوف بقى نعمل هنا في update or create، ممكن ان احنا نعمل هنا حاجة، يعني ممكن ان احنا نعمل حاجة معينة مثلا على سبيل المثال، ان احنا في الانسيرت نقول له لو التاريخ مش بيساوي التاريخ هتعمل كرييت، ايلس والا اعمل له ابديت اور كرييت. ده هنظبطها احنا في الدرس الجاي، مفيش مشكله، لها اكتر من حل. طيب فكره النهارده هي في عمليه التقرير، وبعد كده هنحل الفكره دي كويس. طيب طول ما احنا بنشتغل بيظهر قدامنا مشاكل، وده في حد ذاته يخليك ان انت يعني يكون عندك باور كده ان انت تقدر تحل المشاكل دي. طيب انا كده دلوقتي مبدئيا ظبطت التاريخ بتاعنا، قلت له من يوم 3 ليوم 3، انا عايزك تعرض لي واحد اسمه محمد ربيع بس بالتحديد. طيب عرض لي محمد ربيع وقال لي حضور، طبعا المفروض بقى لازم يعرض له كل الايام، وده هنظبطها في الدرس الجاي باذن الله ان شاء الله. طيب ايه بقى الحاجه الثانيه اللي انت عايز تعملها يا باشمهندس؟ طيب تخيل دلوقتي ان الراجل ده هبد هبده قدامك، واحد بيستخدم البرنامج بتاعك وراح قال له من يوم 3/4 الى يوم 2/4، عكس التاريخ. يعني ايه عكس التاريخ؟ هو ينفع تقول له من يوم 3 ليوم 2 ولا تقول له من يوم 2 ليوم 3؟ يعني اذا دلوقتي تاريخ النهايه ما ينفعش يكون اصغر من تاريخ البدايه. يعني النهارده انا بقول له تاريخ البدايه عندي يوم 3، هل ينفع اقول له من يوم 3 ليوم 2؟ لا ما ينفعش. المفروض الطبيعي ان انا اقول له من يوم 2 ليوم 3، من يوم 3 ليوم 4، ما ينفعش اقول له من يوم 3 ليوم 2. كده في اللحظه دي هيضرب معايا ايرور اهو، ركز، مفيش اي بيانات رجعت لي او الكلام ده كله. بس انا عايز اعمل حاجه، ايه هي؟ عايز ابين للمستخدم، اقول له انت يا مستخدم انت هبدجي، انت بتهبد ازاي، انت ازاي اصلا حاطط لي تاريخ البدايه اصغر من تاريخ النهايه. يعني انا قلت له النهارده يوم 3 وقلت له هنا مثلا يوم 1، ازاي منطقيا ما يحصلش الكلام ده كله؟ انا عايز اقول له بالبلدي كده بقى من يوم 3 ان تاريخ النهايه لازم يكون اكبر من تاريخ البدايه او بيساويه. تاريخ النهايه لازم يكون اكبر من تاريخ البدايه او بيساوي تاريخ البدايه. يعني انا عايز اقول له من يوم 3 ليوم 3، او من يوم 3 ليوم 4 3 5 3، لكن ما ينفعش اقول له من يوم 3 ليوم 2 3، انت كده بتهبد يا معلم. طيب في اللحظه دي هنعمل ايه؟ هنعمل حته فاليديشن بربع جنيه، ما فيش اي مشكله. فاليديشن بسيطه خالص، هتحل لي كل الفيلم ده. طيب ايه الفيلم ده يا عم؟ تعالى كده زي الشطر اهو، حط الفاليديشن اللي احنا هنهبده ده فاليديشن، ويمكن يكون لاول مره جديد عليك اهو. هنروح على الكنترولر، بعد كده نروح على الداشبورد هنا، ادي الفاليديشن بتاعنا. طبعا انا ما رضيتش اعمل له ريكويست وبتاع برضو عشان الجماعه اللي هم بسم الله ما شاء الله عليهم. يا باشمهندس على فكره المفروض الفاليديشن يتعمل في الريكويست. عارف والله ان هو ما يتعمل في الريكويست، بس انا شايف ان الفاليديشن مش كبير يعني، فمش محتاج ان انا اعمل لك ريكويستات، لكن انت عايز تعمل ريكويست اهلا بيك يعني، عادي مفيش مشكله. عملت ريكويست فاليديت، كلام جميل. قلت له هنا التاريخ البدايه وتاريخ النهايه، قلت له اول حاجه ان يكون ريكوايرد،
رقم واحد، ويكون من نوع ديت، ويكون الفورمات بتاعه بالشكل ده عشان برضو ما يغيرش ليك الفورمات بتاعه. قلت له تو بقى هي اللي فيها لعب شوي. قلت له ان دي ريكوايرد، قال لي كلام جميل. قلت له هتكون تاريخ، قال لي كلام جميل. قلت له الفورمات بتاعتها هتكون تاريخ. هنا بقى اللعبه دي حتى ليه ممكن تكون جديده عليك وفي بعض الناس تعرفها. قلت له افتر اور ايكوال يعني ايه؟ يعني مضمون الكلام ان انا عايز التاريخ بتاع النهايه ممكن يكون بعد تاريخ البدايه او بيساويه. طيب يعني ايه بعد تاريخ البدايه؟ يعني انا لو جيت عملت ريفرش هنا كده، قلت له دلوقتي انا عايزك تعمل لي تقرير من يوم 1/4 الى يوم 3/4 كده انا ماشي صح. طب لو قلت له من يوم 1/4 ليوم مثلا هنا، تعال نروح مثلا مارس مثلا، هو ينفع اقول له من يوم 1/4 الى يوم 1/3؟ مش منطق. المفروض اقول له من يوم 1/3 ليوم 1/4 سهله، يبقى في شهر. لكن ينفع اقول له من يوم 1/4 الى يوم 1/3؟ كده يحصل غلط. لو جيت عملت التاكيد لازم يبعت الرساله او يرجع برساله عندي يقول لي غلط. طيب ايه الغلط ما ظهرش معانا ليه؟ اقول لك حاضر، انا عارف ان الغلط ما ظهرش معانا عشان ان احنا ما حطيناش عمليه الايرور بتاعتنا، ان لما ترجع معانا في الايرور تتعرض معانا في الصفحة بتاعتنا، احنا ما عرضناهاش. حاضر يا عم، عرضها لك ما تزعلش. ادي رسالة الايرور بتاعتنا، لو في اي ايرور موجود عندنا لو سمحت بعد اذنك اعرضها لنا هنا مثلا في البادي معانا هنا اهو. طيب تعالى نعمل ريفرش ونقول من يوم 1/3 من يوم 1/4 ليوم 1/3 كده احنا بنهبط صح؟ ما ينفعش منطقيا، ونضغط تأكيد. كده رجع له رسالة بيقوله تاريخ النهاية لابد أن يكون أصغر من تاريخ البداية أو يساويه. كلام جميل، ما ينفعش يكون أكبر منه، ما ينفعش منطقيا، ممكن يكون أصغر منه أو بيساويه. طيب لو إحنا جينا هنا قلنا له 1/3 إلى يوم مثلا 5/3 مثلا، أي يعني قلنا له من 1/4 ليوم 3/4، في اللحظة دي هيجيب بيانات أهو. أنا عامل رسالة الغلط، أنا بقوله تاريخ النهاية لابد أن يكون أكبر من تاريخ البداية أو يساوي. أنا بقوله أصغر، لا ما ينفعش أقوله أصغر، إحنا كده غلط. طيب حاضر، هنظبط بس الفاليديشن، إن أقول تاريخ البداية لابد أن يكون أكبر من تاريخ البداية أو يساوي. حلو، إحنا عدلنا الفاليديشن بتاعنا تمام، ونضغط تأكيد. في اللحظة ده هيرجع بيانات عندي. طيب لو أنا جيت هنا دلوقتي قلت له 1/3 1/4 اليوم مثلا على سبيل المثال هنا 1/3 كده غلط صح؟ لو جيت عملت اوكي لاحظ ايه اللي حصل، قال لي تاريخ النهايه لابد ان يكون اكبر من تاريخ البدايه او يساوي. في اللحظه دي انا كده عملت الفاليديشن بتاعي بشكل صحيح عشان اامن نفسي. طيب برضو هنجرب التستاه بتاعت التامين دي، انا قلت الفورمات بتاعي بيظهر بالشكل ده صح؟ طب هو راح جاي قايل لك كده 03/04/2022، هبدلك اي فورمات مختلف اهو. هنا فورمات مختلف خالص، وجينا نعمل تأكيد. لاحظ ايه اللي حصل، قال لي صيغة التاريخ يجب ان تكون بالشكل ده للاتنين. وطبعا اقدر احط بقى رسالة الفاليديشن، انت زبطها يعني بمزاجك انت ودلع نفسك في موضوع رسالة الفاليديشن تمام. خليني بس اجي هنا، اجي في الكونتنت والحاجات ديت، احاول بس ايه ان انا اغير شكل الكونتنت في البابليك عشان بس ايه احط لك كونتنت معين يعني تمام. لو جيت هنا عملت ريفرش كده عشان بس يحط لك الايه الحاجات ديت، عشان لما ارفع لك على الجيت هاب يبقى الدنيا بالنسبه لك امورك كلها تمام. ده كان فكره درس النهارده، ان شاء الله في الدرس الجاي هنحاول نظبط حاجه في عمليه التقرير برضو كويس ان هي ظهرت قدامنا واحنا شغالين عشان ان احنا نظبطها في الدرس الجاي. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، تنساش تعمل لي لايك على الفيديو، ولو أول مرة تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان أقدم لك المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.